طيب نروح للمنتخب، وطبعا احنا عارفين ان عمرو السوليه، بما اننا بنتكلم عن عمرو السوليه، هيغيب عن مباراه بلجيكا علشان الاصابه، ولكن الحمد لله وشكر الله عمرو نزل دلوقتي، اصبحت الامور افضل، وشارك في التدريبات الجماعيه عشان يكون جاهز ان شاء الله للفتره المقبله في مع النادي الاهلي ومع المنتخب. منتخبنا عنده تحدي كبير امام بلجيكا، وبيواصل استعداداته النهارده الحمد لله ايضا في الكويت، كل اللاعبين شاركوا في التدريبات. ولكن بخصوص هذه المباراة معانا عبر زوم من بروكسل فيتال بروكلمانس، أحد نجوم منتخب بلجيكا في التسعينات، وشارك في نسختي كأس العالم 94 و98، ودرب منتخب بلجيكا مع جهاز مارك فليموتس في كأس العالم 2014، وشارك في تكوين هذا الجيل من اللاعبين. في البداية حابب طبعا ان انا ارحب بحضرتك معانا على شاشة قناة النادي الاهلي، وما رأيك في مباراة منتخب مصر ومنتخب بلجيكا الودية، وهل ستكون الاستعداد الامثل لكأس العالم؟ ما يمكن أن أقوله بالنسبة للاستعداد والمباراة مع مصر، فهو استعداد جيد من وجهة نظري، وأنا أيضا أعتقد أن المباراة ستكون حامية، وأيضا مصر بالنسبة لنا فريق جيد للغاية، وبلجيكا قدمت عروض قوية ولديها فريق قوي، وسيستطيعون أن يلعبوا في مباراة جيدة. طيب هنتكلم الأول عن المنتخب الوطني المصري، وكيف يستفيد منتخبنا الوطني من مباراة بلجيكا في ظل غيابه عن كأس العالم؟ كما تعلم مصر في العام الماضي كان لديها فريق جيد وجودة عالية من اللاعبين، ولديكم أفضل اللاعبين في مصر، وأيضا أفضل اللاعبين في أيضا محمد صلاح في إنجلترا، فهو بالنسبة لي واحد من أفضل اللاعبين في كرة القدم ومن بين صفوف المنتخب المصري، ويلعب مع المنتخب المصري. لدي الكثير من الأصدقاء من مصر هم لاعبين جيدين مثل ميدو، وأيضا مجموعة لعبت معهم، ولكن صلاح على وجه الخصوص هو ربما 10 مرات أفضل من ما سبق، وأيضا الفريق البلجيكي مثل اللاعبين في الفريق البلجيكي أيضا. طيب بما أننا بنتكلم عن محمد صلاح، رأيك طبعا هل تتوقع أن يصنع الفارق لمنتخب مصر أمام المنتخب البلجيكي؟ وعلى الجانب الآخر إيدن هازارد تشيلسي مختلف تماما عن نسخة إيدن هازارد مع ريال مدريد، كيف ترى انضمام إيدن هازارد للمنتخب البلجيكي؟ تعلم عندما تلعب مع المنتخب الوطني تلعب لبلدك باسم بلدك، بمعنى آخر أنك عندما تلعب في إنجلترا تلعب بطريقة ربما مختلفة، ولكن أنت تلعب بكل حواسك وبكل قلبك مع منتخب الوطني، وأعتقد أنها فرصة جيدة أن يلعبون ضد بلجيكا، لأن بلجيكا كانت لسنوات طويلة رقم واحد في كرة القدم، ولديها لاعبين جيدين وعلى مستوى عالي، وأن تلعب مع فريق مثل مصر يجب أن تكون فخور، لأن فريق المنتخب المصري فريق جيد، ونحن نحترم الفريق المصري والمنتخب المصري. وعلى الجانب الآخر الكثير من اللاعبين في مصر يعرفون المنتخب البلجيكي، وأيضا يريدون أن يلعبوا مع الكثير من المنتخبات مثل ألمانيا وأسبانيا، ولكن بالنسبة للاعبين المصريين أو بالنسبة للاعبين البلجيكيين هو شيء يدعو للفخر للعب معهم. طيب حضرتك ما جاوبتنيش على نسخة إيدن هازارد في تشيلسي وتواجده مع ريال مدريد، يعني ما فيش رتم لعب، أنا أقصد أن ما فيش رتم لعب كبير لإيدن هازارد مع ريال مدريد.
بالتأكيد هذا حقيقي. هذا حقيقي ما قلت بالنسبة له، فهو واحد من أشهر اللاعبين في تشيلسي والآن انتقل إلى ريال مدريد ولكنه لا يلعب، هو مصاب، لا يتمتع باللياقة البدنية الكاملة أو الصحية الكاملة. ولكن بالنسبة لي عملت 4 سنوات ونصف معه، فهو من أفضل اللاعبين الذين تعاملت معهم في حياتي، وهو يحب أن يدرب، يحب أن يلعب، هو يحب أن يلعب كل يوم مثل الأطفال، ربما يلعب بلاي ستيشن أيضا، ولكن الآن يجب أن يبقى هناك، فهو الوضع صعب للغاية للفريق البلجيكي. هناك الكثير من اللاعبين الذين لا يلعبون، وأيضا هذا لن يكون جيد، وبالنسبة أيضا لكأس العالم في قطر. طيب، هل سينافس المنتخب البلجيكي في كأس العالم 2022 مع المدرب روبرتو مارتينيز بعد الخروج من ربع النهائي في النسخة السابقة؟ بالمناسبة المنتخب البلجيكي من المنتخبات المحببة ل 104 أو 105 مليون مصري، يعني الناس بتحب هنا في مصر تقعد تتفرج على المنتخب البلجيكي لما يملكه من لاعبين على مستوى عالي. يعني نعم، بلجيكا ربما في 2012 بدأنا بفريق جديد وجيل جديد، والآن هذا الجيل يتمتع بجودة عالية على مستوى العالم، وكل الجمهور حول العالم يحب الفريق البلجيكي، ومن يحب كرة القدم يحبون اللاعبين البلجيك. وأعتقد أن جودة اللاعبين الآن وجودة الفريق تحسنت كثيرا، وأنا أؤمن بالمدرب مارتينيز وهو يستطيع أن يختار، وأعرف جيدا كم كانت المهمة صعبة بالنسبة له أن يختار. قد تخزل بعض الجمهور، الصحافة قد تخزل في بعض الأحيان ويسألون أسئلة لماذا لم يتم اختيار هذا اللاعب، ولكن أعتقد أنه قام بالاختيارات الجيدة ويختار من يمكن أن يستخدمهم لكأس العالم في قطر. من 4 سنوات هذا الجيل من اللاعبين كان مرشح للوصول أيضا لنهائي كأس العالم، تقريبا هم معظم اللاعبين. هل عامل السن وكبر في السن هيفرق مع المنتخب البلجيكي السنة دي، سواء إيجابا أو سلبا؟ يعني هذا صحيح ما قلته بالنسبة ل 2018، الكل حول العالم وفي بلجيكا وفي الصحف قالوا أن بلجيكا ستفوز بكأس العالم في روسيا، والتوقعات كانت مرتفعة للغاية، ولعبوا مباريات جيدة وقاموا أيضا بعمل مباريات جيدة مع فرنسا، وفرنسا كانت من أفضل الفرق في هذه البطولة، والآن سيذهبون إلى قطر وبلجيكا سيلعبون، والكل يتحدث عن الفريق البلجيكي، الأرجنتين، هولندا، ألمانيا، فرنسا، ولكن لا أحد يتحدث عن بلجيكا. أعتقد أن لدينا فرق جيدة للغاية في هذه البطولة، وأعتقد أيضا أن بلجيكا لديها فرص جيدة أن تقوم ببطولة جيدة. طيب، حضرتك دربت منتخب الأردن وتعرف كرة القدم العربية، كيف يمكن أن يعود منتخب مصر إلى المشاركة في كأس العالم؟ حد حضرتك اختيارات، هل بالاهتمام بالشباب والناشئين أم بزيادة عدد المحترفين في أوروبا مثلا؟ أعتقد أن يمكن أن أقول عملت لعامين ونصف في الأردن، وأؤمن
أن اللاعبين أؤمن باللاعبين في هذه الدول، في الكويت، في المغرب، لديهم الكثير من المواهب والجودة العالية، جودة تقنية، مهارات عالية، يركزون على نقاط عديدة. وأيضا يمكن أن ترى جيدا أن لاعبين من مصر والمغرب والجزائر ودول أخرى في إيران والعراق، تراهم يلعبون في أوروبا ويلعبون في فرق كبيرة. ويمكن أن أقول أنكم يجب أن تكونوا فخورون باللاعبين الذين يلعبون في أوروبا، لأن لديهم إمكانيات عالية أن يلعبوا هناك. أخيرا، لو سألتك أربع منتخبات ممكن جدا يصلوا إلى كأس العالم أو ياخدوا كأس العالم، هتقول لي مين؟ بعيدا عن منتخب بلجيكا، خلي بالك. أعتقد الأرجنتين. بالنسبة لي الأرجنتين واحدة من أكبر الفرق الآن، وعندما أرى ميسي بصورة جيدة، وأيضا آخر مرة كان يلعب في كأس العالم، ولكن الأرجنتين كما قلت، البرازيل، فرنسا، هولندا، ولكن ما أعتقد أيضا أن السنغال ستحرز، فهو فريق قوي للغاية ولديه أسماء قوية وأسماء كبيرة، يستطيعون أن يلعبون ويقودون منافسات قوية. وأعتقد أن السنغال، وأأمل أن نكون لدينا الفرصة أن نصل إلى النهائيات، وأن بلجيكا أيضا كان تحرز أي مكانة في هذه البطولة، وربما في يوم من الأيام أن يكون لدينا جائزة وكأس نعود به إلى بلجيكا. بيتال بروكلمانس، شكرا جزيلا لوجودك معنا، نجم ومدرب منتخب بلجيكا السابق، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وشكرا على كل هذه المعلومات.